في الذكرى الخمسين لاغتيال الروائي غسان كنفاني، أقامت وزارة الثقافة الفلسطينية فعالية للاحتفاء بكنفاني وأعماله المختلفة من مسرح ورواية وقصة ورسومات، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية ووزير الثقافة عاطف أبو سيف. وعلى هامش الاحتفالية أيضاً، أعلنت لجنة تحكيم جائزة غسان كنفاني للرواية العربية الفائز بالجائزة في دورتها الأولى، وهو الكاتب السوري المغيرة الهويدي عن رواية قماش أسود، كما منح درع كنفاني للأديب السوري حيدر حيدر عن مجمل أعماله. منمنمات كان حاضراً في قصر رام الله الثقافي، حيث أقيمت الفعالية والتقى عدد من المشاركين للحديث عن تأثير كنفاني في الثقافة الفلسطينية. فماذا قالوا؟ في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستشهاد غسان كنفاني وإعادة إحياء ذكرى الأديب المناضل بإرثه وبما تركه من أعمال أدبية ونضالية وإرث كبير على امتداد، دعني أقول، 50 عاماً من استشهاده، وأيضاً من 36 عام على ولادته. فكان غسان كنفاني على مدى هذا العمر من ولادته حتى استشهاده وحتى هذا اليوم هو حاضر بين الوعي، بين الأجيال، وعي الفلسطيني وذاكرة الفلسطينيين. لذلك أقرت وزارة الثقافة واللجنة الوطنية لإحياء الذكرى 50 شهد غسان كنفاني الاحتفاء اليوم بإعادة الاحتفاء بذكرى غسان كنفاني 50 من خلال تنظيم عدد من الفعاليات، سواء بإعادة موروثه الثقافي، سواء بإعادة الكتابة عن غسان كنفاني خاصة للأطفال وماذا يعني غسان كنفاني، وأيضا الإعلان اليوم عن جائزة غسان كنفاني للرواية العربية التي أسستها وزارة الثقافة بهذه المناسبة، مناسبة 50 على اغتيال غسان كنفاني، وهي للروائيين العرب والروائيين الفلسطينيين. يمثل غسان كنفاني في الحالة الثقافية الفلسطينية إرثا كبيرا، وهو يعتبر من أحد المؤسسين الوعي للثقافة الوطنية الفلسطينية والعربية فحسب، فهو الذي أسس بموضوع مفهوم أدب المقاومة وموضوع الجماليات في هذا الأدب الذي يعطي. وما زال عندما تقرأ غسان كنفاني الآن بعد 50 عاماً وبعد أكثر من 60 عاماً منذ أن كتب في بداياته رجال في الشمس وما تبقى لكم وأم سعد والأعمى والأطرش وغيرها، هذا هو عندما تقرأ غسان كنفاني، تقرأ غسان الذي كتب بالعام 1960، تقرأ بالعام 2022 كأنه كتبه اليوم. هذه الإبداع الفرد الذي تركه غسان، عبقرية غسان كنفاني، عبقرية غسان كنفاني بما تركه من مسرح ومن قصة ومن رواية، عبقرية غسان كنفاني بموضوع عندما نرى كيف تفهم عدوك وتقرأ عدوك، بموضوع كما ترك موضوع الأدب السوري. غسان كنفاني لم يكن كاتبا كما لم يكن صحفيا ولا روائيا ولا كاتب قصه قصيره، كان الى جانب الى جانب ذلك مناضلا وفدائيا، امن بفلسطين وبعد ذلك في قضيته، وقاتل في جميع الجبهات سواء بالقلم او بالتحاق بالثوره الفلسطينيه او من خلال عمله في الصحافه. بالتالي غسان كنفاني كان حاله فلسطينيه متكامله. احتفاء بغسان كنفاني بالذكرى الخمسين هو احتفاء بمسيره العطاء الفلسطيني، بالنضال الفلسطيني، بالابداع الفلسطيني، بالتزام الكاتب والفنان بقضايا شعب. غسان كنفاني شكل جبهه متكامله في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، سواء عبر كتاباته القصصية أو الروائية أو المسرحية أو كتابته للأطفال أو حتى رسوماته أو حتى عمله في الصحافة، وبعد ذلك عمله مع ناجي العلي وتقديمه لناجي العلي من خلال مجلة الحقيقة والمستقبل. بالتالي هذا الاحتفاء هو احتفاء بالرواية الفلسطينية، بالسردية الوطنية الفلسطينية التي ترى في فلسطين أنها لأصحابها وأن علينا أن نعمل جاهدين من أجل استرجاعها. أعمال غسان حظيت بالكثير من الاهتمام على مستوى المسلسلات والأفلام ربما فترات مختلفة، ولكن بالطبع يعني يجب تحويل أحد هذه الأعمال إلى ماستر بيس في الدراما العربية أو في السينما العربية. نحن عندنا مهرجان مسرحي اسمه مسرح غسان، سيتم تحويل جميع أعمال غسان كنفاني إلى مسرحيات توضع على الخشبة وتطوف هذه المحاضرات الفلسطينية كما تطوف الداخل. جزء أساس هو القصور في حالة الدراما الفلسطينية بصراحة، غياب الحكاية الفلسطينية على دراما المسلسلات الرمضانية كما تعرف منذ، يعني خلينا نقول، رائعة حاتم علي ووليد سيف التغريبة، لم يتم بعدين ربما بعد ذلك بعض الأعمال طبعا جنين وما إلى أكيد قدمت، لكن يجب علينا أن نحافظ على وجود الحكاية الفلسطينية في الدراما العربية. يصعب الحديث عن الثقافة الوطنية الفلسطينية دون الحديث عن غسان كنفاني، كما يصعب تخيل تاريخ
تاريخ الروائي العربي بدون غسان كنفاني. غسان كنفاني بدأ بالواقعية الاجتماعية بروايته الأولى وقصة الأولى، وبعد ذلك انتقل إلى تيار الوعي. وكان غسان كنفاني لما كتب بالستينيات في تيار الوعي سين كونشسنس، كان هذا التيار كتكنيك وكآليات سرد جديد في الرواية الأوروبية على يد جيمس جويس طبعا بالأربعينيات، بعد ذلك فيرجينيا وولف البريطانيين الإيرلندي البريطاني، وبعد ذلك ويليام فوكلاند في الستينات. بالتالي غسان كنفاني كان من أدخل تيار الوعي على تقنية الرواية على تقنية الكتابة الروائية العربية. بالتالي غسان كنفاني يشكل حالة متجددة بشكل دائم في الكتابة السردية العربية كما في الثقافة الوطنية الفلسطينية. في تعريف العالم العربي على الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم في الجليل والمثلث والنقب من خلال دراسته الفارقة عن شعر المقاومة، غسان كنفاني يرمز إلى المعركة الثقافية. معركتنا ليست سياسية وحسب، وإنما هي معركة ثقافية حضارية، والشعب الذي لم يهزم ثقافيا لم يهزم بعد.